انا والرفيق ديالي اللي كنمثلوا نادي الرجاء صوتنا ضد، لان الفكره ديالنا هو اذا بغينا نزيدوا بالعصبه خصنا ناخذوا شي شخصيه بارزه اللي تكون مستقله وما تكونش وتكون محايده. ما يمكنليش نكون في نفس الوقت رئيس ديال النادي وكنسير الشان العام ديال الكره الاحترافيه. لا درنا واحد البنش مارك وشفنا اش واقع في الدول اللي بحالنا ولا في دول اللي متقدمه، كنجبروا بان لا في الالمان لا في اسبانيا لا في فرنسا ما كنجبروا رئيس، وفي نفس الوقت رئيس ديال النادي وفي نفس الوقت نادي رئيس ديال العصبه. وقعت في المانيا وداك في ذاك الوقت الرئيس استقل من النادي وتفرغ 100% لتطوير الكره الاحترافيه، والنظر في نظريتنا هذه هي الطريقه اللي خصنا نمشيو فيها باش نزيدوا القدام، باش نخدموا على المشاكل الكبيره اللي كتعيق كره القدم، كيفاش نزيدوا القدام بالعائدات الماليه، كيفاش نخدموا على التكوين، كيفاش نخدموا على يعني تطوير كره القدم الاحترافيه بصفه عامه. كنشوفوا كذلك بان تقريبا نفس المكتب او اللائحه اللي فيها يعني بعض الاشخاص، حنا ماشي ضد الاشخاص، ما عندناش مشكل مع الاشخاص، حنا عندنا مشكل مع الاستراتيجيه ومع الافكار. كنشوفوا بان في 4 سنين هذا اول جمع عام اللي كيجمع 4 سنوات، واش غنبقاو غاديين بنفس النمط؟ ما نظنش هذا الشيء غيدينا الطريق الصحيح، ولهذا عبرنا عن الراي ديالنا وحنا قابلين يعني النتيجة اللي خرجت. أنا مع الديمقراطية، الإخوان يعني رشحوا وصوتوا على هذه اللائحة، ما عندناش مشكل.